بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البدء أود أن أشكركم جميعا على حضوركم لهذه المناسبة العظيمة التي يفتخر بها كل مسلم. هذه من ناحية. الناحية الثانية، الجهود المبروكة التي تبذلونها في نقل هذه الصورة الإيمانية من هذا المكان المقدس إلى جميع أنحاء العالم. وأتقدم بجزيل الشكر والتقدير والعرفان لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين على كل ما بذلوه ويبذلونه في سبيل راحة الحجاج وتوفير جميع الإمكانات السعودية لخدمة ضيوف الرحمن. هذه الإمكانات التي ساهم فيها كل مواطن سعودي من داخل الحكومة ومن خارج الحكومة، وهو شرف عظيم يعتز به كل سعودي أن الله سبحانه وتعالى هيأ له هذه الفرصة ليخدم ضيوفه الكرام. ولا أستثني أحد من العاملين في هذا الحج، وهم بمئات الألوف، ولكني أقدر وأثمن كل ما فعلوه، كل ما قدموه في سبيل راحة هذا الضيف الكريم. فشكرا للجميع، وأرجو من الله سبحانه وتعالى استمرار التوفيق لننتهي من هذه المهمة في الأيام القادمة إن شاء الله، وأن يعود كل حاج إلى بلاده سعيدا كريما وقد أدى هذه الشعيرة العظيمة من حياته وفي حياة المسلمين أجمعين، وأن ينقل كذلك لأهله تحيات المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا، وأن نتمنى للجميع الخير والسداد في جميع أنحاء العالم الإسلامي ولكل المسلمين في أصقاع الأرض.